السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مالي وناكسن ومالي جمعة وحان سيد توس اسكالها دلينا مانتا ودادا لاميغان سببتو ونوغان دونا سيد عادقة مالمها جمعة هي السبت ده وحا عادي انوها انت بدن ان ان بعدا كهدلنا ان ان ارن ان ان ارن ان توشكا كوئفنا اما ان كهدلنا وحيابه اقو مهم سنة عالم كدعي وأنا مدة إيه قرش سنين أو أنك شقينا أي لبضي مالين أو دم بيسي لكن علت دينا إنترنت كأي دعدي أو إن إنترنت كجوريج أي علت كو إما ضاء كمبيوتر كحرنا شركة دي أيام وعي وحيدهن أحده أيام إيماننا مانتا وجمع برنا وسبت أو فصح مركو شقينا هي ملهن سيداس درتيد وحن كو إيمانين أي دهن مالين تأحده أرن كان أو إجهر استاجي إن أن سمايو مقال ما دام انو باهناي ان ان انترنت كاسو دجيه موادكي وحيابي ان مقالك كو سمين لها موبيل كان ارنتي وارن ادق لو ما سمين كرو دينا عكله شلي ان دلينيرا بدن او يوتيوب ليا ايان وحان اسكو افغارناي ان ان سمينا مقال وعي جلنا ان قف والبا او كانالكي سو كوسو غدبيو مقال وعي جلين ان بلشده كو وعي جلينينو قاب كي يغور تغيل هايين سيدا اي ولا تقمل هايين حالة دا ما انت تاغن عالم كا كورونا ها انتي ان اووضو موقال كاس ان قرال كاس ان دياري انتي ان كا اووضو ايان هال كان ستوس او شيغي كساب سن وعي جلين تاز انيقو كاشاني طبعا ان بارتان نادا اي النصائح دا اي هي اده عالميقا خبارة دا كالدوان اي تتقصينا ايان انت انا واحد كلا جالين ان لاميغان اداد اسويديني سميشة او كيالو لاميغان هدا ان كسعنا وحو اسكوحرا مغالوينك عاصمة قطر دوحة ايو مغالو لغو مغعاب الخور او لحذن كيلومتر اجرتو وحانا لغو مغعاب لاميغان خطك دوحة الخور حاب تمرو لان عانا دميدك تا وحانا نجر حابتي بيا خليجك لامغان وحادي ساي شركة تركيا شركة تركيا او لغو مقعابة تكفن وحانا لفوري ساند بوهد فوري هاي والامي لنا عكالة والامي لباد لنا خط كانت دان كسو عنا لنا عنا كسو عنا يا لنا عكالة بذيح دا والامي رنتي اهد وين تاسو كتسينيس اوود يتايادة شركة تركيا بحكوب بحدي العق قياستي سيدا ورقيسي تودا يكسو قرين هل بليون او دولار هل بليون او دولار ورقيسي دا يالكسو قري والامي يعني اسمه ساد بوحو ودوينكا بوندوينكا خلطكا لولك هوس مرو وحيابة ادي اد اوبادن اي شركة دا ستاكفن تركيكو سمايسي تاسو ان تركيغا شركاديسا waxaa laga faa'iidaayo in xiriir turki lala yeesho dal ay wax ka faa'iidaayo طبعاً turkigu waa wadan yaani sinaaci ah waa wadan warshado leh waa wadan in oo kamid yahay 20 ka wadan ee ugu dhaqaalaha badan caalamka waa warshadaha turkigu shidaal malaan shidaalka uu soo dhoofsada arrinka keenay waa warshadahaas waxyaabaha ay turkidu sameeyaan taasoo ah in xiriir turki lala yeesho dadka qaar diin cabiyeen Erdogan tabaan Erdogan barribu tay kara laakiin wadanka ka turki ahaan waa wadan wax laga faa'iidaayo yaani wadanka qadar oo kala hada dhinaca lacagta ama dhaqaalaha aad bay u sareeyaan laakiin waxay ka shadeen shirkadahaas turkida دينا عكلا حتى ودمدان كلي خديج كسيدا إمارات كعربتا سعودية بحرين خلاف ككلا دحيو سيقود هانا تركيا يا قطر شركات تركيا قوي جوغان سببتو انت بدن دقالها سامين ساسا كمالهان ان سياسة دا رنتي يعني انك انا هذا كشخصي اهان قطر باكوسو كان هاي لكن وحي قالي مالهان يعني وحي قالي مالهان اما اي مقو سيسو هدي اي مشكلات كلا دحيس امارات كي سعودية يا بحرين وأرن أيق ويالو أنا يا كشخصي أهان كعمر أهان يعني مشكلة إجلا مرة حيس إماراتك هي محي هيدي سعودية وح مشكلة إجلا مرة حيس كم أنا قصبني إن أنا من قطر أمانه أما إماراتي سعودي أنا عايو تاس شقادة ذو ما أنا هوش يدنا ما هن إن أرن كنا صيب حماد أيا إن أنت بدل أمضى عربات أين كل سوعينين يعني وحق وحق قصية دولة يعني سياسة لبد دولة دوت هي مجتمع عادية هذا واحد كو اركيسا يوتيوب كان
ay imaaraatiyiinta iyo sacuudiyiinta iyo qatariinta ay iscaayayaan cay weliba aanan laga sheekayn karin. arrinkaasna ma ahan arrin wanaagsan. haddaan intaan uga gudubno qisada laamigan, arrinka wanaagsan dhinaca fayruska koroonaha ama farxadda leh ayaa ah in dalka Shiinaha oo ah meeshii uu ka dilaacay 48 saac ee u dambeysay aanan la diiwaan gelinin wax xaalado cusub ah, taasoo ah in Shiinaysku ay soo afjareen fayruska koroonaha si weyn. dagaal waxay galeen aanan laga sheekayn karin, oo xitaa teknoloji ahaan ay u adeegsadeen kaamerooyinka meel walba ku rakiban, qalabka meel walba ku xiran ee lagu ogaan karo fayruska koroonaha, si aan caadi ahayn ayay ula tacaamuleen. waana tan keentay in ay takhaatiir u diraan waddanka Talyaaniga Yurub, inay u diraan takhaatiir ka kaalmaysa Talyaaniga la tacaamulka cudurkan. arrinka xusida mudan ayaa in dadka u dhintay fayruskan dalka Talyaaniga ay ka bateen shalay saacadihii u dambe ayay dhaafeen dadka fayruska ugu dhintay Shiinaha, taasoo cudurkan in uu saameyn aad iyo aad u adag ku yeeshay dalka Talyaaniga. arrinka sababta ana waa markii dabcan dadkan in ay qadartooda gashay laga soo taga in cudurkan uu u jilicsan yahay dadka da'ahaan waaweyn iyo dadka jilicsan tabar ahaan dhinaca jirka. waxaana wada ognahay in waddamada Yurub si guud ahaaneed, gaar ahaan dalka Talyaaniga, ay ka cabanayaan dhallinyaradu in ay ku yaryihiin. mar ayaan ka hadalnay oo dadka Talyaanigu inta badan uu yahay dad waayeel ah, arrinkan oo u jilciyay in ay intaasoo kuna qof u dhintaan. wargeysyada Talyaaniga sawirada lagu soo qoray dadka geeriyoodo kale tacsida iyo intooda badan waxaad arkaysaa inay yihiin dad waaweyn. mana ahan arrinkan in yani dadka kale ayna waxba ku noqonayn. ee waa mar kasta oo ay wax iska caabinta jirkaadu jilicsan tahay, aad halis ugu jirto cudurkan. gaar ahaan dadka sigaarka cabo aad iyo aad ayay ugu jilicsan yihiin, maadaama cudurkan fayruskan uu si toos ah u abbaarayo jirka qaybta neefta, uu sanbabka iyo qaybta neefta yani si toos u abbaarayo, taasoo ah fursad aad iyo aad u weyn dadka sigaarka cabo in ay dib isku noqdaan, in ay maskaxdooda dib uga shaqaysiiyaan, ogaadaanna in ay tahay fursad aad iyo aad muhiim u ah in ay iska daayaan sigaarka, inuuna jirin waqti ka habboon oo ay ka istaagi lahaayeen cabitaanka sigaarka. wallaahi waa fursad aad iyo aad u weyn in aad maskaxdaada dib uga shaqaysiiso oo aad xaaladda taagan maanta uga faa'iidaysato, yacni ka tagidda sigaarka, inaad sigaarka ka tagto. inta badan hay-adaha iyo mu'asasaadka caalamiga ah markii ay leeyihiin qaabka ugu wanaagsan ee loola tacaamulay ama aad uga hortagayso fayruskan, waa inaad gacmahaada dhaqata inta aanan wax kale la gaarin, inta aanan la gaarin xitaa maaska iyo waxaad afka ku xirato. waxa ugu muhiimsan waa inaad gacmahaada dhaqata, kana fogaata meel kasta oo ay iskugu imaanayaan yacni dad 5 qof ka badan, inaad suuqyada aadin intii aad awooddo, in aadan xitaa ziyaaraadka ehelkaada qoysaska aad joojiso. masaajidada way xiran yihiin maanta, waa jamco masjid yani salaad jamca ma jirto, taasoo ah ahmiyadda yani muhiimadda ah in aad ka fogaato meel ay dad iskugu imaanayaan badan, meel ay iskugu imaanayaan dad badan in aad ka fogaato. waxa ugu muhiimsana waa wacyigaada, nadaafadaada inaad ku dadaasho, ehelkaada inaad ka fogeyso dadka qurabada ee suuqyada, xitaa booqashooyinka ziyaaraadka caailiga ee qoysaska in aad joojiso. wacyigu waa arrin aad iyo aad muhiim u ah marxaladan aan ku sugannahay. waxa ugu muhiimsan sidaan soo sheegnay waa difaaca jirkaada, inaad si weyn u kontaroosho difaaca jirkaada, aad yacni ilaaliso caafimaadkaada, aad ku dadaasho wixii Ilaahay kuu qoray oo cunno ah, cunno wanaagsan inaad cunto, inaad arrinkan aad ugu dadaasho.
هدان هالكاس يودنا واح أقو مهم سن عذر كان أقوه هرتجي كرتو ووعي جاز يا إن أضلاع ده كرتك وعلى جمها معها درهم وقاية خير من قنطار علاج إن أض كرتك تو أيا وحول بك عقفي عن يعني هل درهم وأضو استعماشه إن أض وحير أو كرتك أض كقبسته أيا كفي عن أنت أجر لهيد كدي من أضكم منان كن إسكت داوين لهيد ان مالنتا مانتا ومالن جمعه واسك فصح ان حتى ودد هادات فيروس وحضر كيسا ان الجواري بدن كسوعنين انكسو كارانتيل وانا ارين ان مانتا اي فصحت هاي ان ايو كارانتيل قد ان وجره سيقود هانيد ان شقوينك انت بدن وافصح حتى سان شاقني مساجد مانتا وافصح حتى سيدان شاقني ان صلاة الجمعة ايو والا جوجيي مساجد دو واح كنت كذا مالهن الا صلوا في رحالكم يي مؤدنين تليهين عدو البقرية هذا كنت كتو وحانا ندب اسكو قصو الله بانينا ان شاء الله تعالى ان مركي ان 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 شاء الله وحان ندب اسكو قصو الله بانينا او سيد عادقة مقالات عادقة ان سمينينا علا داس انترنت كمركي اي هقاكتو waxaan rajaynayaa si dhaqso inay ku hagaajin doonaan inta ka horeysa insha Allah waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.